لم تتأثر المعدة القطرية كما تمنت دول الحصار، بل الذي تأثر هو صلة الرحم في هذه الأيام المباركة والتي يوصي فيها ديننا الحنيف بزيارة الأهل والأقارب. حجم البضاعة اللي كان يدخل عن طريق الحدود البرية بسيط جدا بالمقارنة مع الإمكانيات مع القدرات اللي موجودة في ميناء حلب. أكيد أنا مضرر وإني حاجز من قبل شهر تقريبا، ويوم كانت التذاكر رخيصة، لكن الحين يعني صار الموضوع كذا صدفة، يعني فجأة مش صدفة فجأة. لا خوف على القطريين من الجوع والعطش في عز الصيف، فأصدقاء الدوحة كثر وأموالها التي تفوق 400 مليار دولار في صندوقها السيادي واحتياطها من العملة الصعبة في بنوك العالم تجعل الدول القريبة والبعيدة تتهافت لإشباع السوق القطرية. الحصار الذي فرضه إخوة الدين والعقيدة والدم والعروبة والتاريخ والجغرافيا فاشل في تجويع القطريين، لكنه في المقابل فتح فصولا لا تحصى ولا تعد من المعاناة، ليس لمواطنين قطريين فقط بل المقيمون وبينهم آلاف الخليجيين من دول الحصار. في عيد الفطر هذا لم يفطر القطريون في السعودية ولا الإماراتيون في قطر، فقد وقع الشعب الخليجي في فخ الحسابات السياسية المعقدة والتي مزقت خيوط العباءة الخليجية وقطعت أوصار عائلية واجتماعية ومهنية. بحسب الأرقام يعيش في قطر أكثر من 11,000 مواطن سعودي وإماراتي وبحريني، بينما يعيش نحو 2,000 قطري في هذه الدول الثلاث، في حين يعمل عشرات الآلاف من المصريين في قطر. Have families on either side of the borders. الدول الثلاث التي فرضت الحصار لديها أسر على جانبي الحدود، هناك أقارب وأطفال وهناك استثمارات، وستكتشف أن القرار الذي اتخذته ضد بلادي فكرة سيئة واستشارة خائبة. ستعود الحياة إلى سيرورتها عاجلا أم آجلا، لكن الجراحة لن تندمر. But the wound will never go away. آلاف الأسر المختلطة التي يحمل أحد الأبوين فيها جنسية قطرية وأخرى من دول الحصار تأثرت بقرارات المقاطعة، وبدأت قصص المعاناة تظهر حجم المأساة الإنسانية التي وصلت إلى حد إبعاد سيدة قطرية وفصلها عن طفلها الذي يحمل جنسية والده السعودي، كما منعت العاصمة الرياض سعوديين من السفر لتشييع جنازة والدهم المتوفى في الدوحة. وجدنا أنفسنا ضائعين، فقد يتم تفريقنا عن أبنائنا ويعودون إلى البحرين دون سبب. مستشفى الملحم الخاص في الأحساء لما جاءوا عند الاستقبال البنت حارتها مرتفعة، شافوا الجواز قالوا هذه قطرية لا نعرف. لا تنتهي المعاناة عند هذا الحد، فالحصار الذي لم يكن محسوب العواقب تسبب دون سابق إنذار في إلغاء الارتباطات التجارية والاقتصادية للشركات والأشخاص ومنع القطريين حتى من أداء العمرة، كما ضيع ذلك جهد أكثر من 700 طالب سعودي وإماراتي وبحريني في الجامعات القطرية بعدما أجبرتهم دولهم على العودة وهم على مشارف الامتحانات. هذا بيت الله، بيت الله سبحانه وتعالى، وإحنا ضيوف الرحمن، ما حد له حق يمنعنا أن إحنا ندخل بيت الله سبحانه وتعالى. ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. راح الوقت علينا، لا أنا باللي سافرت ولا أنا باللي رحت، وهذا سحوري أنا واللي معاي نتسحر في المطار. الله يعيننا. لكن ليس البشر وحدهم من تأثروا بالحصار الذي فرض فجرا في شهر الغفران. هذه الإبل القطرية التي كانت ترعى في أمان على الجانب السعودي داهمها قرار إغلاق المنافذ الحدودية، فشردت لعدة أيام ونفق منها العشرات، وما تبقى منها طرد نحو الحدود القطرية وهي عطشة وجوعة. والله اللي صار صراحة يعني هذا ضد الحلال وضد البل وضد مربي المواشي وضد البادية. بالنسبة لتسكير المراكز السعودية في على هالحلال هالقطر اللي يروحون صوبه وعندهم حلال واجد.
أكثر من 11,000 من النوق كانت توفر اللبن للسعوديين، طردت هي الأخرى لأنها قطرية. والأكيد كما يقول منتقدون إن معسكر الحصار غامر في عز شهر الغفران بمجموعة قرارات وإجراءات مخجلة لم تشهدها شبه الجزيرة العربية حتى في زمن الجاهلية، عندما كانت القبائل المتصارعة تراعي حق المأكل والمشرب والجيرة.